تعرف إن في ناس عندها هوس إن هي تشتري مية نظيفة وبتقعد تدور على الأزايز اللي تثق إن هي متعبية مية نظيفة حتى لو هتدفع في ده أكتر من 1,000,000 جنيه. أيوة زي ما سمعت بالظبط، في أزايز مية سعرها بيوصل لأكتر من 1,000,000 جنيه مصري. لو عايز تعرف ليه الأزايز دي غالية قوي كده وإيه هي أغلى أزايز مية حوالين العالم، خليكم معانا في الفيديو ده. وحسب موقع مصراوي، عندك بريفلي هيلز، والإزازة دي بتنتج من شركة مشهورة جداً وبيقولوا إنها أغلى إزازة مية في العالم. السعر بتاعها وصل لـ100,000 دولار، يعني حوالي 1,800,000 مصري. الشركة بتقول على موقعها الإلكتروني إنها بتنتج 9 أزايز مية بس من النوع ده، والإزازة بتبقى نسخة ألماس من مجموعة الكمالية بتاعتهم، واللي صممها المصمم المشهور ماريو باديلا. الغطاء بتاع الإزازة من الذهب الأبيض ومرصع بحوالي 600 قطعة ألماس بيضة و250 قطعة ألماس سودة، وكلها عيار 14 إيراد، وكمان في 4 كريستيلات باكارت مع كل إزازة. ودي مش بس مية، دي تحفة فنية. إزازة المية اللي بعدها أكوا دي كريستالو تريبوتو، دي تاني أغلى إزازة مية متعبية في العالم، ودي في فرنسا. بتتعبق في أزايز فيها 24 إيراد ذهب وفضة وكريستال، سعرها بيوصل لـ60,000 دولار، حوالي 1,000,000 جنيه مصري لكل 750 ملي. كونا نيجاري، دي بقى مية يابانية بتساعد على تقليل الوزن وتحسين الجلد وتقليل الإجهاد، ومصدرها مياه البحر المحلاة من عمق 1,000 قدم تحت سطح البحر، سعرها بيوصل لـ402 دولار، حوالي 7,100 جنيه مصري لكل 750 ملي. فليكو، إزازة مية بتبان زي قطعة الشطرنج، مصدرها أوساكا في اليابان، بتتمتع بنقاء عالي وسعرها وصل لـ219 دولار، حوالي 3,800 جنيه مصري لكل 750 ملي. الناس اللي عندهم ذوق رفيع بيحبوا يشتروها. بلينج اتش 20، دي واحدة من أرقى العلامات التجارية للمية المتعبية في أزايز، ومن أغلى 4 أنواع في العالم. بتيجي من جبال في إنجلترا وبتتعبى في أزايز مرصعة بالكريستال ومقفولة بسدادة في اللين، وسعرها بيوصل لـ40 دولار، يعني حوالي 700 جنيه مصري لكل 750 ملي. فين، والنوع ده بينتج في فنلندا وبتزيد من مستوى الطاقة في جسم الإنسان. الإزازة بتتصمم زي مشروبات الطاقة ومتوفرة بنكهات كتير، وسعرها نسبياً مرتفع وبيوصل لـ23 دولار، وحوالي 400 جنيه مصري لكل 750 ملي. 10,000 BC، بتنتج قريب من ساحل كندا ومعروفة بجودتها العالية وصحتها. بتحتوي على معادن ثمينة وبتتميز بتصميم الإزازة الأنيق، وسعرها بيوصل لـ14 دولار، حوالي 250 جنيه مصري لكل 750 ملي. أكوا ديكو، دي مياه متعبية في أزايز بتصميم جذاب زي أزايز البرفان، وفازت بميدالية ذهبية علشان ميتها من الينابيع النقية. الإزازة دي خدت جايزة أفضل مية من الينابيع، وسعر الإزازة بيوصل لـ12 دولار. ليكوين أرتست مينرال ووتر، دي واحدة من الأنواع المشهورة بين أزايز المية المتعبية وبتتميز بالكلاسيكية والأناقة. مصدرها مية المطر والجليد من جبال الأنديز، يعني بالظبط مياه نقية جدا وما فيهاش أي تلوث. الناس بتثق فيها جدا علشان جودتها العالية ونقاوتها، بس التكلفة بتبقى عالية شوية، يعني بيوصل سعر الزجاجة لـ6 دولارات، يعني حوالي 100 جنيه مصري لكل 750 ملي. إزازة تسمانيان المطر، إزازة المية دي من أستراليا ومصدرها جزيرة تسمانيان اللي هي واحدة من أحلى الجزر الأسترالية. الزجاجة دي بتتصنع من مياه المطر، يعني طبيعية ونقية وصحية جدا للجسم. سعر الإزازة الواحدة بيوصل لـ5 دولار، حوالي 88 جنيه مصري لكل 750 ملي.